سوق الخضار 3 كيلو 800 جرام. ايه؟ زيادة 200 جرام. برافو، حلو. ال 200 عندك سليم. يا سقف. سليم، ربنا يستر. اتفضل. قفلت؟ قفلت. قفلوا كيس كون عشان نتدلدق بقى. دول هيطلعوا 2 كيلو ونص. 2 كيلو 972. شريف اقرب وبتاخد انت النقطة يا شريف. بس انتوا الاثنين قريبين ولا برافو عليك؟ قريبين. اتفضلوا. نعمل ايه؟ حلال عليك بقى. اعصر بقى. اوه سوري. سوري سوري سوري. كيلو كم مترا. هاتوا كم مترا. كيلو كم مترا. كيلو كم مترا. انا كنت بقراكم ساري لما كنت بروح السوبر ماركت والله العظيم. رحت مره قلت له انا عايزه كيلو كم ساري، قال لي ده في محطه القطر. اسمه ايجاص، قال ايجاص. يلا بينا. يلا انت جاي. ما شاء الله عليك. لا اوكي. يلا برافو، خلصنا؟ خلاص. اربط اربط يا شريف. دي مش هت. اوه ايه ده؟ ايه ده يا ابن اللعيبه؟ 0.952 ده بقى ناقصه. لا انت بالمل. انت كنت ايه قبل؟ بياع خضار؟ انا هطلع ازيد. عجاد صلى عليك، برافو. اللهم صل على النبي. اتفضل اتفضل. الصلاه والسلام. اتفضل عليه الصلاه والسلام. اوف. لا بقى انت لانك كريم بتروح تحط كتير. وشريف بيكسب كمان نقطة بفارق الجرام الكيلوجرام الجرامات. نفسي ايه يا رزان؟ نفسك في ايه يا رزان؟ كيلو كيلو 800 جرام تفاح، اصل انا بحب التفاح. كيلو 800 اوكي. كيلو 800 جرام تفاح احمر اجل. اها هتقول الرجاله هي ماسكه التفاح بتلاقيها قلقانه. في زياده شويه، عاوز اشيل نص تفاحه. هشيل نص تفاحه. بص يلا اوزن شريف. عايز اشيل نص تفاحه. يلا شريف يلا. كيلو 434 جرام. حلو، هنشوف السقه. انا في فرق. اوكي. اوه 34 جرام الفرق. وبيفوز كمان شريف سلامة. ما معقول، ما معقول. اسم الله عليك. اخر لعبة، اخر لعبة واخر طلب. لو انت كسبت يا شريف اخر لعبة. نفسي نفسي في ايه؟ نفسي في الفراولة. يا الفراولة بتاع الفراولة. موريني. خمس نص كيلو فراولة. بضاعتنا عجبتك شكلها. يعني كام جرام؟ نص كيلو؟ 500. 500 جرام يبقى نص جرام. كيلو. نص كيلو فراولة. نص كيلو؟ واختاروهم حلوين، اصل انا بموت في الفراولة، عاشقة للفراولة. مش معفعصة. لا ما تلاقيش. اه تمام. يلا نبدا بضيف. يا اتفضل. لا 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 يا عم. لا ما بقول، ما هذا قاهر للميزان. لا ده هرد في الميزان. 0.452. لا ما بقول. اتفضل حضرتك خد الفراوله بتاعتك لو سمحت، عندنا شغل كتير النهارده. اتفضل سقه. دايما زايد دايما زايد. كريم. وبيكسب شريف اللعبة دي ويتوج ملك على سوق الخضار والفاكهة. وهنشوف النتيجة مع بعض. حلوة كتير اللعبة دي.